بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلبة, my dear students. معكم مدرسة اللغة الإنجليزية 6 كلاس. طبعا I will complete lesson 2. راح أكمل هذا lesson طبعا اللي شرحنا عنه إنه عندنا أدوات الوصل الأنت, وايل, وين, أز. وتكلمنا إنه الأز وايل يجي قبلهم باس سمبل ماضي بسيط, ويجي بعدهم ماضي مستمر. أوكي, هاي. وعندنا الاند والوين بالعكس, راح يجي بعدهم ماضي مستمر continuous, وقصدي يجي قبلهم ماضي مستمر ويجي بعدهم ماضي بسيط. وشرحنا الزمنين, وشرحت الاداتين شلون يجون مع الزمنين, وشرحت مجموعة من الاسئلة بصيغ مختلفة. اليوم راح نحل التمارين بالنسبة إلى صيغة السؤال لهذا الموضوع, تجي بطرق متعددة. أما يجي لنا مثلا هو هذا صيغة التمرين هي نفسه صيغة السؤال. أوكي, شو يقول؟ يعطينا الفعلين مثلا بين قوسين, شو يقول؟ put one verb in the past continuous, يعني خلي لي فعل بالباست كنتينوس يعني ماضي مستمر, and when in the past simple, والآخر وين؟ في الماضي البسيط. تكلمنا انه الماضي المستمر يكون الحدث الاطول, اوكي, والحدث المستمر لكن يقطع بحدث اخر يكون الحدث الاقصر ويكون ماضي بسيط. في الحدث الاول يكون اللي هو الاطول ماضي مستمر, يقطع بحدث اخر اللي هو الحدث الثاني الماضي البسيط. زين, نجي الى وان, يقول I think about you and then you ring me, كنت أفكر بك أو بك وبعد ذلك شنو اتصلتي بي أو اتصل بي. زين, عندنا شنو الأداة؟ عندنا الأداة اللي هي and. شنو عندي الأداة؟ and, فراح أعرف أنه and يجي قبلها past continuous وبعدها past simple. فهاي think شو صير؟ was thinking, شنو صار الزمن؟ ماضي مستمر. وخلي الآن بعدين الجملة الأخرى يصير ماضي بسيط, شو يصير؟ ماضي بسيط. رينج راح يصير رانج طبعا, معناها اتصل طبعا, الاي يصير اي, هذا فعل شاذ. اوكي, زين. الحدث المستمر, الحدث الاول هو I was thinking, والحدث الثاني رانج, فعل الرانج الاتصال, يعني اول شيء تفكير بعدين الاتصال. زين, نجي الى 2, while علي have a shower, نعم علي كان يستحم, شنو؟ somebody knock at the front door, شخص ما طرق الباب الأمامي. فإذا نخلي الأداة اللي هي while علي, هذا راح يكون زمن past continuous ماضي مستمر. علي مفرد أخلي له was having a shower. أوكي, هاي الجملة. بعدين نجي للجملة الأخرى, somebody knock, راح يصير knocked, يعني أضيف للفعل شنو؟ إيدي, ماضي بسيط. the front door. نجي إلى 3, I clean my room and I find 3 pounds under my bed. يقول إثناء ما أنا نظف أو أنا نظفت غرفتي ووجدت شنو؟ وجدت 30 pound تحت السرير. شنو عندي؟ and, راح يجي قبلها ماضي بسيط وبعد قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي مستمر ماضي بسيط. الماضي المستمر شو يصير؟ was cleaning. اوكي, was cleaning. لازم شويه كل كلمه تبتعد عن الكلمه الاخرى شويه, مسافه قليله. and انزلها find, راح يصير found, ماضي بسيط. ليش؟ لانه شاذ يعني فعل. نجي للجملة الاخرى, luckily شريفة not drive very fast, لم تقود السيارة بسرعة, when the child run into the road. طبعا هذا اللي تكلمت عنه بسؤال
فيديو سابق اللي هو بسؤال وزاري يختلف عن ما موجود بالكتاب. زين، عد الأداة وين راح يجي قبلها شنو؟ ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. فأنزل هذا الظرف، بعدين شريفة أنزلها. نوت درايف بالماضي المستمر شريفة تأخذ ووز، شو صير؟ وزنت. درايف هذا شنو أضيف له؟ أضيف له ING، صارت درايفينج. كمل الجملة وبعدين أنزل الوين. عدي a child أنزلها run بالماضي راح يصير run، يعني O U شو صير؟ A. أوكي. five a thief take our clothes while we swim. شنو عندي الأداة while؟ while راح يجي بعدها ماضي مستمر الحدث الأول وقبلها الحدث الثاني ماضي بسيط اللي يكون هذا الحدث الأول الأطول والحدث الثاني شي يكون الأقصر. زين، أثناء ما الثيف يعني اللوس تيك أور كلوز أخذ ملابسي يعني سرقهم، أثناء ما أنا شنو وسويمين سويم يعني أسبح. فإذا شنو أول حدث؟ السباحة. أول حدث شنو هو؟ السباحة. قطع انقطع بحدث آخر وهو سرقة الملابس. أوكي، راح يكون الثيف أنزل الفاعل تيك راح يصير توك ماضي بسيط. أور كلوز وايل أنزلها الوي أنزلها سويم راح يصير باس كنتينوس. شو يصير؟ الوي تأخذ وير. أوكي، وير سويم أضيف له إي إن جي، طبعا نضعف الحرف ونضيف إي إن جي. ليش نضعف الحرف؟ لأن عندنا حرف الأم حرف صحيح وقبله حرف علة واحد. She was swimming. أوكي، نجي إلى 6. She tell us to be quiet as we make too much noise. يقول هي أبلغتنا وأخبرتنا أنه نكون هادئين أثناء ما شنو إحنا أصدرنا ضوضاء. فإذا شنو الحدث الأول؟ الحدث الأول إحنا يعني سوينا ضوضاء هوسي. بعد ذلك هي إجت أبلغتنا أنه قالت لنا أنه أريدكم هادئين تصيروا، أوكي ما تصيحون مثلا. فإذا عندنا الأداة as راح يجي قبلها باس سمبل وبعدها باس كنتينوس. تيل راح يصير تولد وآس أنزله والفاعل أنزله. ميك هذا لازم يصير باس كنتينوس ماضي مستمر. شلون ماضي مستمر؟ الوي تاخذ شنو؟ وير والفعل هذا أضيف له اي ان جي. يعني بالماضي المستمر لازم نجيب الأفعال المساعدة أما was أو were حسب الفاعل والفعل نضيف اي ان جي حسب القواعد اللي شرحنا. 7 My sister hide my purse under the bed while I not look. شنو عندي الأداة while؟ راح يجي بعدها ماضي مستمر وقبلها ماضي بسيط. فهنا أنا هذا الفيرب hide بصير hid. حفظوا هذا يجي مرات بالإضافات يعني تحويل الأفعال. hid h i d my purse under the bed while أنزل while I not look هذا راح يصير نفي في زمن الماضي المستمر. الآي شنو أخلي لها؟ was. بما أنه not شو صير؟ wasn't. look شنو أضيف لها؟ أضيف لها ing looking. أوكي يس. نجي إلى 8 مهمة أريد تنتبهوا لها. as she carry the shopping from the car بثناء ما هم كانوا يعني تحمل البضاعة اللي اشتريتها من from the car من السيارة. my grandmother slip and break her ankle. my grandmother جدتي slip يعني انزلقت and break her ankle. شبيها يعني سقطت وشنو انكسر كاحلها. اوكي زين، هنا انتبهوا لهاي النقطة. هاي النقطة إذا منتبهين بها شنو؟ بها أداتين اللي هي الأز والأند. زين، إحنا بموضوع ليش شنو موجودة عندي أز والأند وين؟ كل الجمل لازم بها بس أداة واحدة بهاي الأدوات فقط. ليش؟ يعني تربط الجملتين راح تكون جملة ماضي بسيط باس سمبل والجملة الأخرى ماضي مستمر. ماكو جملة إنه تكون بها الأداتين اثنيناتهم محلينهم. زين، هاي شلون راح احلها؟ عندي as هاي الاداه الاولى وand الاداه الثانيه. شو اسوي هسه؟ وحده منهم تكون صحيحه.
شلون راح اعرف منو الصحيحه؟ راح اعرف منو الصحيحه. شوفوا عندي هاي الانت، الانت ربطت لي كلمتين ما ربطت لي جملتين. احنا شنو قاعدتنا؟ الان تربط لي جملتين، جمله في ماضي مستمر وجمله في ماضي بسيط. جمله شنو هي؟ فاعل وفعل وتكمله. بهذه الجمله انت من ضمن الجمله صارت وربطت لي كلمتين، هذا او فعلين ربطت لي، فهنا الان مو هي المقصوده. اوكي نجي للاس. الاس هذه جمله she carried the shopping from the car، بعدين كوما، بعدين جمله اخرى، فهذه هي الاز هي المقصوده. ليش؟ لان ربطت لي هاي الجمله الاولى بعدين كوما الجمله الثانيه، وليس اند. هنا اند هي من ضمن الجمله حرف جر ويربط لك كلمتين هنا. اوكي وبالنسبه للان مثلا الفعل الاول يسوي ماضي يجي بعده لازم ماضي، الفعل بي اي ان جي لازم بعده اي ان جي، الفعل مضارع بسيط لازم بعده مضارع بسيط. الان الفعل يعني يكونون نفس الزمن. اوكي فراح يصير شنو حل هاي الجملة؟ انزل الأداة اللي هي as، نزلتي as، she انزل الفاعل she، راح يكون بعد الas شنو هو؟ past continuous ماضي مستمر. شنو carry؟ شو يصير؟ was carrying. شوفوا الواي تبقى وضيف ing. اكمل الجملة هاي the shopping from the car واخلي كوما، بعدين انزل هذا الفاعل my grandmother جدتي. نجي للجمله الاخرى شو تكون لازم؟ ماضي بسيط. شو تكون لازم؟ ماضي بسيط. يعني هاي الفعلين شو يكونون؟ يكونون ماضي بسيط. sleep راح يصير slipped، اضيف له ايدي، ضاعف الحرف البي واضيف ايدي. ليش؟ لان انتهى بحرف صحيح قبله حرف الا واحد. and break، break راح يصير broke بالماضي. اوكي يعني الفعل يعني اثنيناتهم يصيرون بالماضي. اوكي يس هذا فيما يخص التمرين. بعد عندنا شنو؟ عندنا الفرق بين الماضي البسيط والماضي المستمر، انه الماضي المستمر يكون الحدث يعني نقول كان يلعب، كان يدرس، كان ياكل، حدث حدث بس بشكل مستمر وحدث في وقت قصير، يعني ما صار لفترة زمنية طويلة، مو مثل الماضي البسيط. الماضي البسيط يكون الزمن حدث في الماضي وعبارة عن سلسلة من الأحداث. أوكي events يعني مجموعة من الأحداث، الحدث الأول الحدث الثاني. فالماضي البسيط هو تتابع أحداث. أوكي مثلا اتصلت بأختي وبعد ذلك تكلمت معها، اتفقنا أن نخرج، نذهب إلى السوق، نشتري، فهنا شنو صارت لي؟ أحداث، حدث حدث بعد حدث. فهذا شنو نستخدم؟ نستخدم الزمن الماضي البسيط. أوكي راح أخذ مجموعة من الأسئلة الوزارية اللي موجودة عندي كم نسخة ونشوف هذا الموضوع. يس شوفوا هاي الجملة اللي هي تو، هذه الجملة اللي هي تو، يس أتمنى تكون واضحة. while he skate he fell over، يقول use the correct form of the verb. شنو عندي الأداة؟ while، هاي سهلة الجملة. while شنو لازم يجي وراها؟ يجي وراها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط. هاي حالي إياها ماضي بسيط، بس هذا الفعل أصححه. سكيت شو يصير؟ was skating يعني اضيف له ing واخلي ال was وال were بعد الفعل. نجي الى نقطة، هل اشوف يا نقطة اجت موضوع ال موضوع ال الاز والوايل والوين والآن. اوكي يس ناخذ مجموعة من الأسئلة نشوف يا نقطة هو يجيب هذا السؤال. يس الأخيرة my cousin hid my purse under the stairs while I not look. I not look شنو راح يصير؟ was not looking. اوكي يس
زين نجي لهذا السؤال. هذا السؤال يقول while سلام was driving too fast a boy ran on the road. correct the verb. ايضا شنو عندي الاداة while؟ اجى وراها ماضي بسيط راح تكون الجملة ماضي. اجى وراها ماضي مستمر راح تكون الجملة ماضي بسيط. run راح تصير r a n r a n. اوكي ليو تصير a. وضحت؟ اتمنى يكون الشرح واضح وما قصرنا مع طلبتنا الأعزاء. شوفوا هذه الجملة أيضا I was eating. هذه 3 هاي أشياء وزارية. I was eating breakfast and a bird flying to the kitchen. يقول correct the form of the verb. صحيح الفعل بين قوسين. هذه عدي شنو الأداة and. and يجي قبلها ماضي مستمر وبعدها ماضي بسيط. ففلاي شو تصير؟ تصير flow. هيك تنكتب F L E W بالنسبة للفلاي. اوكي يس ثانك يو فيري ماتش فور لسينج تو مي. وان شاء الله اشرح مواضيع اخرى في الايام القادمه باذن الله تعالى.